محمد الروان، كيف ستكون ردود فعل الطبقة السياسية في إسبانيا؟ أعتقد بالنسبة للطبقة السياسية في إسبانيا، طرح هذا السؤال في الندوة الصحفية التي عقدها السيد ألفاريز قبل حوالي ساعة. نفس السؤال يعني بالنسبة لبوديموس وموقف بوديموس داخل الحكومة الإسبانية. جواب السيد ألفاريز قلل من أهمية موقف بوديموس داخل الحكومة الإسبانية، بل أكد أنه يوم 2 أبريل ستسحبه الزيارة من بين الطاقم الذي سيسحبه النائبة الثانية لرئيس الحكومة السيدة يولاندا دياس، وهي مرشحة لخلافة بابلو غليسياس على رأس الحزب. ثم أيضا نقلته إلى جانب الموقف الذي عبرت عنه طبعا السيدة يولاندا دياز، وأنها لا زالت تتبنى الأطروحة التقليدية لإسبانيا. لكن ألفاريز قلل من أهمية هذا التصريح. السيدة بيلارا، وهي وزيرة الحقوق الاجتماعية داخل حكومة سانشيز، هي الأخرى لا زالت تدافع عن موقف بوديموس وعن الموقف التقليدي لإسبانيا، لكن السيد ألفاريز قلل من أهمية هذين الرأيين على اعتبار أن بيان الحكومة الإسبانية هو يمثل الحكومة الإسبانية، وكما قال أيضا السيد ألفاريز وأنه هذا شيء طبيعي أن يكون هناك خلاف داخل الحكومة على مستوى الآراء، أما على مستوى المواقف مواقف الدولة فالأمر يتعلق بشيء آخر. البيان الحكومة يلزم الحكومة الإسبانية. الحكومة الإسبانية اليوم أعتقد فهمت الدرس، استوعبت الدرس جيدا، وقامت بخطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام، أو ربما من أجل خطوات أكثر إلى الأمام، لأنه تاريخيا إسبانيا الموقف الإسباني هو موقف سيكولوجي أكثر منه موقف سياسي مؤسس. ونحن نعيش في لحظة دقيقة جدا أن هناك دول كثيرة تعترف بمغربية الصحراء، ودول أخرى تتبنى الموقف المغربي، خصوصا أن المغرب حقيقة المغرب لا يطالب إسبانيا بالانقلاب على الشرعية الدولية. هذا هو الذي على الإسبان أن يفهمه، المغرب لا يطلب من إسبانيا أن تنقلب على الشرعية الدولية. المغرب هو الآخر ينخرط في تسوية الملف داخل أربقة الأمم المتحدة، لكن له مقترح وله خطة. الطرف الآخر ليس له رؤية، الطرف الآخر يتبنى فقط أطروحة انفصال، وأطروحة انفصال للأسف الغرب عموما يدفع في انفصال في جنوب السودان مثلا وفي تيمور الشرقية، لكنه يرفض انفصال في كاتالونيا وفي بلجيكا وفي إيطاليا، فهو يكيل بمكيالين طبعا، لأنه يدرك أن الانفصال تشجيع انفصال في أوروبا سوف ينهار، ستنهار الاتحاد بين هذه الاتحادات، ولكنه في المقابل يدعم انفصال في 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 جهات أخرى. اليوم أعتقد إسبانيا فهمت الدرس جيدا. حقيقة يمكن أن أقول أن إسبانيا عادت إلى رشدها اليوم.